السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. اللي طلب من عندي أسئلة اللغة العربية للصف السادس ابتدائي. هذه جبت لكم أسئلة، نموذج أسئلة، إن شاء الله تستفادوا منها. التعبير: اكتب تعبيرا عن الصديق. القواعد: السؤال الأول، عين فيما يأتي كل نكرة اكتسبت التعريف بالإضافة، وبين نوع المضاف إليه من المعارف. هنا راح نسوي جدول، نقول النكرة والمضاف إليه ونوعه. النكرة هو التمر، المضاف إليه هو البصرة. شنو نوعه هنا المضاف إليه؟ نوعه أنه هو علم لمكان. حقيبة علي جديدة، النكرة هي حقيبة، المضاف إليه هو علي، نوعه علم، اسم علم لمذكر. سيارة النجدة سريعة، النكرة هي سيارة، المضاف إليه النجدة، نوعه معرف بال. حضارة العراق عريقة، النكرة هي حضارة، المضاف إليه هو العراق، نوعه هو اسم علم لمكان. فازت فرقة خالد، هنا عندنا النكرة هي فرقة، لأن فازت هنا فعل، النكرة هو اسم، فرقة هو النكرة، المضاف إليه هو خالد، اسم علم لمذكر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، املأ الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات. مفيد، هنا راح نخلي مبتدأ، نقول الكتاب مفيد. ساهرات في المستشفى، نقول الممرضات ساهرات في المستشفى. قرأت فراغ القواعد، قرأت كتاب القواعد. بغداد عاصمة العراق. كرة القدم لعبة شعبية. السؤال الثالث، اعرب ما يأتي، المعلمون حريصون على التلاميذ. المعلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. حريصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. على حرف جر، التلاميذ اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ثانيا، الطيار ماهر، الطيار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثالثا، العراق وطن الجميع، العراق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وطن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والجميع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذا الإعراب. المحفوظات: اكتب ما حفظته من محفوظة البستاني مع ذكر اسم الشاعر. اكتب العبارة التالية خمس مرات بخط واضح. هذه العبارة نكتبها خمس مرات بخط واضح. هذا بالنسبة للخط. هذه أسئلة بسيطة بالنسبة للموضوع المعرف بالإضافة والمبتدأ والخبر فقط، والتعبير الصديق. وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.